صديقي العزيز، اهلا بيك في مرحله جديده في المونتاج. في الفيديو دوت هكشف لك على 3 اسرار، 3 بلاجنز بستخدمهم في شغلي، ولو انت استخدمتهم في شغلك هتلاحظ فرق كبير جدا في مستوى مونتاجك، هيتغير بشكل ملحوظ وانت مش هتصدق كميه الابهار الموجوده في البلاجن رقم 3. وخليني الاول اديك نبذه بسيطه، يعني ايه بلاجنز او اضافه بتضيفها في برنامج المونتاج بتاعك بتوفر لك اغلب الملحقات اللي انت محتاجها ان ما كانش كلها، ودي حاجه اساسيه في شغل المحترفين عشان ما يضيعوش وقتهم ان هم يدوروا على البلاجنز ديت او هم يعملوها بنفسهم، لا هم بيجيبوها جاهزه ويوظفوها في المشاريع بتاعتهم. فانا عايزك تبقى رايق كده وتصحصح معايا وتجيب المشروب اللذيذ بتاعك، وتعالى نشوف البلاجنز ديت بتقول ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا هلا والله، انا عمرو عطا الله. وخليني اقول لك كده في البدايه ان في ملحقات هنستخدمها تكون مجانيه تماما، وفي ملحقات هتبقى بفلوس مدفوعه، يعني سواء انت هاوي او محترف هتلاقي اللي انت محتاجه في البلاجنز دي. ونيجي الاول بلاجن واتكلمت عليه قبل كده ويعتبر مجاني، وهو البريمير كومبوزر. مبدئيا كده لما بنخش برنامج البريمير بيبقى عندنا البلاجنز موجوده في قائمه ويندو، بنخش على ويندو بعد كده اكستنشنز، بتلاقي عندك البلاجنز اللي انت مسطبها. فنيجي نشوف البلاجنز اللي انا مسطبها ديت، منها البريمير كومبوزر ده اللي هنتكلم عليه دلوقتي، وده اول واحد، ده يعتبر مجاني بشكل كبير، وده بيقدم لك حاجات كتيره جدا، منها الستارتر باك اللي انت بتنزلها برده بشكل مجاني، ممكن تعمل تكست بتاعك بشكل انيميشن كده لو انت تعمل لور ثيرد او اي حاجه، وممكن برده يبقى عندك حاجه شبه كده تستخدمها وتغير التكست دوت باي حاجه انت عايزها، ده بيديلك انيميشن جاهز لاي تكست انت هتكتبه. والجزء المحبب بالنسبه لي هو الترانزيشنز ديت، بيبقى فيه شويه ترانزيشنز كده جميله جدا. تعالى كده نرجع ونفتح الفيديو بتاعنا. مجرد ما بكون واقف على ترانزيشن كده في البريمير كومبوزر واشوف الترانزيشن اللي انا محتاجه، مثلا الزوم ان ده كده، بقف على الترانزيشن وباجي هنا ادوس له اد، فبيبدا ان هو يعمل لي ترانزيشن مع نفسه ويحطه لي ما بين الكليبين كده. لو عملت زوم، بص عمل الترانزيشن بشكل جميل جدا، لو عملت بلاي عمل ترانزيشن جميل جدا وما خدش معايا ثانيه في الشغل، فوفر عليا شغل كبير جدا. انا مجرد بس ما بوظف الحاجات اللي موجوده عندي في البلاجنز ديت عشان اطلع الشغل بتاعي بشكل احترافي. بالاضافه برضو بيوفر لك حاجات سوشيال ميديا لو انت عايز تستخدم الحاجات ديت في السوشيال ميديا بتاعتك، وفي حاجات جميله جدا منها برضو ساوند افكتس، في ساوند افكت كويسه جدا تقدر انت تستعين بيها في المشاريع بتاعتك. بتنزله ازاي؟ بتيجي عندك هنا في جوجل وتكتب كده مستر هورس او بريمير كومبوزر، بتلاقي عندك في السيرش اول لينك البريمير كومبوزر ده، بتفتحه وتخش تعمل داونلود عندك سواء انت ماك او ويندوز. وده زي ما قلت عنه في الفيديو اللي قبل كده اللي هكون سايبه لك في الديسكربشن، يعتبر هديه تقدر انت تستخدمه بشكل مجاني تماما. لو عايز تعرف تفاصيل اكتر عنه هكون سايب لك الفيديو في الديسكربشن في وصف الفيديو تحت. وده يعتبر قوي بالنسبه لناس كتير، ولكن اللي انا جاي اكلمك عنه والمميز جدا اللي هو اي اي جوس اللي في الاخر ثالث واحد، لكن ثاني واحد تعالى نتفرج عليه اللي بيقدم لك حاجات في منتهى الرقي كده، حاجه جميله جدا بقى، هو الموشن برو. الموشن برو بقى ده فيه حاجه جميله ان هو بيقدم لك ساوند افكتس باكج، بيقدم لك كمان حاجه ثانيه باكج بيبقى فيها ملحقات بقى حاجات. تعال بص تعال كده فتح معانا الموشن برو كده، هنحط برده جنبنا كده جنب البريمير كومبوزر، ويبقى معانا الموشن برو هنا. انا بحب دايما احط، انا بستخدم شاشتين، فانا بس عشان بريكورد الشاشه دلوقتي فانا حاططهم في شاشه واحده، لكن تعال نفتح كده الموشن برو. بص بقى يا سيدي، انت عندك بينزل لك باكجين، باكج الساوند افكتس اللي انت فيها الساوند افكتس دي كلها. بص ساوند افكتس حاجه بقى يعني جميله جدا، دي ما فيش فيديو ما بيخلاش منها، خصوصا الكيكس ديت، وفي رايزر وفي امباكت، في هيت برضو، حاجات انت من نفسك كده لا اراديا هتلاقي نفسك لازم تخش تطعم اي فيديو بالحاجات دي. الساوند افكتس مهمه جدا في الفيديوهات بتاعتك، في حاجات كتيره عندك هنا، لو يعني لو فتحت كل فولدر بتلاقي جواه حاجات كتيره. انت هتخش كده بعد ما تنزل الموشن برو وتقعد كده تسمع في ساعه كده، تسمع كل الساوند افكتس دي كده عشان تحفظ كل واحد مميز فين. طيب دي الساوند افكتس بتاعتنا، نيجي بقى على الملحقات الثانيه بقى، الحاجات الجميله الثانيه بقى، منها مثلا اهم حاجه الترانزيشنز، مفيش فيديو ما بيخلاش من الترانزيشنز، وبرده نفس الفكره. تعالى كده نعمل ايه، نرجع تاني على الفيديو بتاعنا، تعالى نمسح الترانزيشن بتاع البريمير كومبوزر ده، وتعالى نقف في النص كده ما بين التو كليبس اللي احنا عايزين نعملهم ترانزيشن، وتعالى مثلا نختار الترانزيشن ده مثلا اهو، ونعمل ابلاي. مجرد بس ما بتدوس ابلاي بيبدا ان هو يحط لك الترانزيشن لوحده، وزي ما انت شايف كده يا صديقي بتلاقي عندك الترانزيشن نزل في المكان اللي انت واقف له ما بين الكليبين بالظبط، عشان يحط لك الترانزيشن في نفس مكان بالظبط. والاهم والممتع جدا في الموضوع ان هو بينزل لك الساوند افكت مع الترانزيشن، يعني انت خلاص بقى مش محتاج حاجه تاني، انت بس بتطعم الفيديو بتاعك بكل اريحيه بسهوله جدا، ودي حاجه بقول لك مهمه جدا في شغلك كمحترف. تعال نعمل بلاي كده،
الموضوع بسيط وجميل جدا يعني، ده بيخليك في المونتاج قاعد مستكانيس. تعال بقى صديقي نخش على في حاجات تانية، تعال كده بس افرجك على قوه الموشن برو. حاجات تانية برضو منها الموشن شيك. الموشن شيك دي بقى ايه؟ الناس اللي بتصور على ترايبود وممكن تضيف شيكينج للفيديو بتاعك، زي مثلا انت بتتفرج عليا دلوقتي، انا دلوقتي بصور على كاميرا ثابته لكن الكاميرا دلوقتي بتتهز. بتتهز ازاي بقى؟ هو الموشن شيك ده، شايف الهزه في الحركه دي بتاعه الموتوسيكل دي؟ هو ما كانش كده اساسا، هو الحركه بتاعته ناعمه، وده اللي بيضيفه لك الموشن شيك، وبيستخدم بكثره في ان انت تداري اي حاجه عاملها في الفي اف اكس المؤثرات البصريه. لو انت مثلا عامل ماسك ما بين شخصين او عامل ماسك لاي حاجه، تقوم مديها واحده موشن شيك، فيخلي لك الموضوع يبان اكنه متصور هاند هيلد. ساعتها الحاجات الطفيفه في المؤثرات البصريه اللي ممكن تلاحظ ان هي حاجه متصوره على ترايبود تبان ان هي هاند هيلد، فبتخدع الناس بشكل كبير. وانصحك بشده ان انت تنزل الموشن برو، وطبعا نفس الفكره بالظبط، تخش على جوجل عندك وتكتب موشن برو بريمير، تخش كده بتلاقي عندك ايه فري سيتس باك فور بريمير برو. تنزل كده تحت وتلاقي عندك مفاجاه حلوه جدا، بص الكلمه دي جيت فور فري، دوس على جيت فور فري دي يا صديقي، وخش هنا عند بيرسونال يوز وحط هنا زيرو يعني من غير فلوس خالص، ودوس هنا ونزله وادعي لي. ونيجي بقى على الوحش الكبير اللي بقول لك ممكن يغنيك عن اي بلجن، لان هو في باكج اسمها اي وونت ات اول، يعني انا عايز كل حاجه فيها، كل حاجه فيها باكجات كتيره جدا، وهو الاي اي جوس. نخش كده عند ويندو، بعد كده نخش اكستنشنز، بعد كده الاي اي جوس باك. خش كده يا صديقي وبص كده بقى ايه، ومتع نظرك بقى. تعالى نفتح الباكج بتاعنا هنا كده، نحطه مع البلجن التالين. بص يا صديقي، تعالى نرجع على الصفحه الرئيسيه بتاعته. شايف الجمال؟ شايف المنظر ده؟ المنظر دوت بتاخد كل البلجنز دي، بتاخد كل الحاجات دي كلها. مثلا السيمليس ترانزيشنز، شايف الترانزيشنز دي؟ كل الترانزيشنز دي بتبقى متاحه ان انت تستخدمها، زي فكره برضو اللي انا وريتها لك من شويه، مجرد ما بتدوس على ترانزيشن بتنزل عندك في الفيديو، استخدمتها خلاص ما بتضيعش وقت، خش على بعد على طول. مثلا عندك الليكويد اليمنتس ديت، من ضمن الحاجات الحلوه جدا اللي بحب استخدمها، جميله جدا. والموضوع هنا ابسط من بساطه، مجرد بس ما بيعجبك اي باكج من دولت ممكن تنزلهم كلهم. بس فرضا مثلا انا عجبني دي، انا بستخدمها كتير في فيديوهاتي، فبدوس عليها كده بيبدا ان هو يعمل لي داونلود ويفتحها لي هنا كده عندي، ادور الحاجات اللي انا بستخدمهم عندي في الفيديوهات. فمثلا عندي الليكويد اليمنتس دي كده، جميله جدا جدا، وبتدي ستايل حلو جدا في الفيديوهات بتاعتك، وما بتخلصش الافكار فيها. عندك الباكج دي برده ستايلها حلو جدا في الفيديوهات الوثائقيه شويه، منها برضو اللي بحب استخدمها الاولد فيلم دي، فيها مجموعه ترانزيشنز حلوه زي الترانزيشنز دي كده. الترانزيشنز دي ممكن استخدمها في فيديوهات بتاعتي، زي مثلا انا شغال دلوقتي على مشروع، تعالى اوريك معايا، تعالى كده معايا، انت مش غريب يعني، انت راجل صاحب مكان يعني. تعالى بص كده معايا هنا كده، في ترانزيشن انا حاطه اسمه فيلم ترانزيشن 1. تعالى كده نقف هنا كده ونعمل بلاي على الترانزيشن ده كده. لكن قررنا، شفت الترانزيشن اللي حصل ده؟ لكن قررنا ترانزيشن الفيلم بيرن ده، اللي هو لو عملت كده شفت الترانزيشن ده، مجرد بس ما بتختار الترانزيشن عندك وتدوس عليه بينزل عندك في المشروع، تقدر تستخدمه. لو لاحظت معايا هنا كده، ده مستخدمه من البريمير كومبوزر، ترانزيشن من بريمير كومبوزر، ده ترانزيشن نفس الترانزيشن دوت بس واحد تاني بستايل تاني من البلجنز بتاعتنا، اللي هي فين اهي البلجن دي اللي فيها الفيلم بيرن ترانزيشن ديت. فلو فتحت المشروع بتاعي كده، انا المشروع بتاعي بتعب بس في القصه، التتابع الدرامي بتاعه، لكن التطعيمات والافكتات والحاجات ديت انا مش هعملها بايدي واحده واحده، عشان ده هياخد مني وقت، انا اولى بان انا استثمره في حاجه ثانيه. تعالى اقول لك على حاجه جميله جدا في ليكويد اليمنتس لسه كنا بنتكلم عليها بالمناسبه، زي مثلا بص يا سيدي، شايف الافكت ده؟ الافكت دوت انا مستخدمه برده من الاي اي جوس، اللي هو عامل اكنه فيلم قديم كده، وفي داست على الفيديو بتاعي، وفي الفيلم بيرن ديت برضو. بص بقى، شايف الليكويد اليمنت اللي ظهر ده؟ انا بقى مستخدمه برضو من الاي اي جوس، حاجه برضو من منتهى السهوله، وبتدي الفيديو بتاعك طابع كده، حاجه فظيعه لازم تجربها. تعالى كده نخش برضو ايه، انا عايز افرجك على كل الحاجات اللي جوه عشان ما تفتكرش الموضوع بالبساطه كده. هو يعتبر ده استثمار، ليه بقى؟ لان ده يعتبر مش مجاني، ولكن بص معايا كده، القيمه اللي انت هتاخدها مقابل السعر بتاعته، هي مره واحده بتدفعها، فبتاخد كل الملحقات ديت وحاجات انا مش هقدر اعرضها لك كلها، لانها حاجات كتير وشيقه جدا. هتخش جوه البلجن دوت، هتلاقي برضو في حاجات مجانيه زي ما انت شايف كده، ستارتر باك، نفس الفكره بتاعت البريمير كومبوزر. زي هنا برضو بتلاقي عندك الستارتر باك، ودي تعتبر جزء مجاني فيها، مجرد بس ما عجبني مثلا دوت فدوست عليه، فبيبدا ان هو يعمل لي داونلود عندي في المجاني ده، الجزء المجاني. ومن الحاجات الجميله اللي هتلاقيها برضو، واللي ممكن تغنيك عن الموشن برو والبريمير كومبوزر، اول اتنين اتكلمنا عنهم، هي السيمليس ترانزيشنز. بتلاقي هنا ترانزيشنز بقى كتيره جدا 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 وافكار مهوله. لو انا مثلا عايز احط الترانزيشن ده، باجي على الترانزيشن ده كده واتك عليه تكتين، في ثانيه عمل لي ترانزيشن وحط لي الساوند افكت بتاعه. تعالى كده نشوف النتيجه اللي طلعها لنا.
انا بحب جدا وما اقدرش استغنى عن البلاجنز ديت في شغلي خصوصا الاي اي جوس. فانت هتسالني دلوقتي ازاي انزل البندل ديت وخصوصا الاي اي جوس اللي هي اي وونت ات اول بندل. هكون برضو سايب لك في الديسكريبشن في وصف الفيديو تحت لينك البندل ديت. ومش عارف هم عاملين حاجه غريبه في خصم بيوصل لغايه 99% اللي هو بمناسبه خصومات اخر السنه. بص كده معايا في منظر غريب جدا. بتخش كده عندك في اللينك اللي هكون سايب لك في الديسكريبشن في وصف الفيديو تحت، تلاقي عندك ان في باي ايفري ثينج اللي هو البندل اللي بقول لك عليها اي وونت ات اول بندل لايف تايم اللي هو بتدفعها مره واحده في حياتك وبتشتغل على كل ده. بتيجي هنا بتلاقي عندك البندل سعرها $150 وهي نازل عليها خصم 99% المفروض سعرها $8,412. ده رقم يخد، رقم كبير جدا الصراحه. ولكن البندل ديت اللي بقول لك عليها هي تعتبر استثمار مهم جدا وفرصه دلوقتي ان هي عليها خصم دوت. والصراحه برضو لما باجي اشتري اي حاجه بشتريها في الوقت دوت من السنه بتدي لك ايه، بتدي لك كل اللي انا وريته لك دوت زي ما انت شايف كده. كل ده هو هي دي البندل، يعني كل حاجه من ديت فيها زي ما انت شايف كده. دي ساوند افكتس، دي بندل اسمها ساوند افكتس. بص عندك ساوند افكتس قد ايه، كل دي ساوند افكتس مش هتخلص بقى. يعني انت مش هتحتاج حاجه ان انت تجيب باكج من بره او تجيب من يوتيوب مثلا او اي حاجه، وكلها حاجات ما فيهاش كوبي رايت طبعا. فنصيحه انا شايفها فرصه وحاجه تعتبر استثمار مهم جدا لو قدرت ان انت تعملها وتضيف عندك البندل دي. بتيجي عندك في باي ايفري ثينج وتدوس عليها وتيجي هنا تعمل التشيك اوت بتاعك. بمجرد ما بتعمل الداونلود بتخش تعمل السيت اب بتاع الاي اي جوس، وبعدين بتيجي تفتح البريمير بتاعك وتخش على ويندو بعد كده اكستنشنز وبعد كده تيجي على الاي اي جوس باك مانجر ده كده. طبعا هو مش هيكون فاتح لك ده في الاول لان انت هتكون لسه ما عملتش ساين ان. بتيجي عندك هنا بتعمل ساين ان بالاكونت بتاعك اللي انت منزل بيه البندل ديت، ومبروك عليك يا معلم كل الحاجات ديت بقت عندك. فانا كده يا صديقي عملت اللي عليا وقلت لك اهم 3 اسرار بستخدمهم في شغلي في المونتاج وهيفرقوا معاك بشكل كبير جدا في المونتاج. وريني انت بقى ابداعك، ولو عندك اي سؤال او محتاج توضيح اكتر عن اي بلجن من البلجنز اللي اتكلمنا عليهم دولك اكتب لي في الكومنتس تحت، وممكن تلاقيني برد عليك في الانستجرام. فاتمنى انك تكون استفدت جدا من الفيديو، ولو عجبك الفيديو طبعا انت مش محتاج توصيه، انت راجل صاحب مكان، هتعمل لايك للفيديو تحت وسبسكرايب في القناه، تشترك في القناه ليه بقى. اشوفك الفيديو اللي جاي. انا عمرو عطله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.